مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اوراق اقتصاديه هذا البرنامج بنفتح فيه واحد من الملفات الاقتصاديه الهامه للاقتصاد المصري نحاول فيها ضيوفنا نضع بعض الاراء المقترحات والحلول امامكم وامام الخير السياسيه دعوني ابدا بمجموعه من الاخبار الاقتصاديه واقول لدي لكم ماذا لدينا في هذه الحلقه وزيرة الصناعة تعلن سداد 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات صندوق النقد يشير الى وضع اقوى للاقتصاد العالمي بدايه 21، والبنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج العالمي 4% العام الجاري. وفي ملفنا هذا اليوم نلقي الضوء على التوسع في الزراعات المحميه بين تحقيق اهداف الامن الغذائي وتعظيم الصادرات الزراعيه. والغذائية أهلا بكم من جديد نبدأ مع مجموعة من أهم أخبارنا الاقتصادية ونبدأ من وزيرة التجارة والصناعة التي أعلنت عن سداد وثلاثة من 10 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020 قالت جامع ان هذا ياتي في اطار مبادره اعلنتها وزاره الماليه في سبتمبر لسداد المتاخرات المتراكمه لنهايه ذلك الشهر بخصم 15% بدلا من الجدوله على اربع الى خمس سنوات لمن يرغب من المصدرين، وتظهر احدث الاحصاءات الرسميه تراجع الصادرات مصر غير البتروليه ب 3.1% والواردات بنحو 14% في الشهور العشر الاولى من 2020. على صعيد الاقتصاد العالمي نحن نعلم أن جائحة كوفيد-19 أو كورونا المستجد طبعا أثرت على العالم وعلى سلاسل الإمداد وغيرها فصندوق النقد الدولي توقع ان يبدا العام الحالي وهو 2021 بوضع اقوى مما كان عليه في 2020 في وقت القت قفزه في الاصابات بكوفيد 19 وطفرات جديده للفيروس بظلالها على التوقعات المختلفه للاقتصاد العالمي وكان صندوق النقد قد توقع في اكتوبر الماضي ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي العالمي الى 4.4% في 20 يعقبه نمو ب 5.2% في واحد وعشرين ومن جانبه توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2021 بنسبة أربعة في بعد أن كماشي بنسبة أربعة وثلاثة من عشرة في المئة في عشرين رغم أنه حذر من أن تزايد الإصابات بكوفيد بكوفيد-19 وتأجيلات في توزيع اللقاح قد تقبح تكبح التعافي إلى واحد وستة فقط هذا العام وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة كوفيد 19 كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعا في السابق لكن التعافي كان أيضا أكثر بطئا وما زال عرضة لمخاطر هبوطية كبيرة وأضاف أنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع فإن النمو العالمي قد يتصارع إلى نحو حوالي 5% وافق المساهمون في مجموعه بي اس اي الفرنسيه ومنافساتها الامريكيه الايطاليه فيت كرايزلر على اندماجهما في عمليه ستؤدي الى تشكل رابع اكبر شركه لصناعه السيارات في العالم من حيث الحجم تحت اسم ستيلانس وتعتبر الشراكه بالنصف التي تاخرت بسبب كوفيد 19 حاسمه بالنسبه الى المجموعتين للقيام بالاستثمارات اللازمه من اجل الانتقال الى تكنولوجيا السيارات ذات الطاقه النظيفه وسيسمح الاندماج لشركه فيت كرايزلر بتعزيز وجودها في اوروبا واستعاده المجموعه الفرنسيه موطئ قدم لها في الولايات المتحده الامريكيه. والى اخر اخبارنا مع الغذاء العالمي حيث اعلنت منظمه الغذاء الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده المعروفه بالفاو أعلنت أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي في ديسمبر وسجلت جميع الفئات الرئيسية باستثناء السكر مكاسب للشهر الشهر الماضي وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 107.5 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 105.2 نقطة في نوفمبر دعونا نخرج الى فصل سريع ثم نفتح هذا الملف في هذا الاسبوع والذي مرتبط ايضا بالغذاء اهلا بكم من جديد نفتح ملف هذا الاسبوع سنتحدث عن الزراعه وبدون مبالغة مصر هي أول من علم العالم معنى الزراعة فن الزراعة المخطوطات المصرية منذ سبعة آلاف سنة نحن نتحدث أن الحضارة المصرية القديمة تمتد لما فوق السبعة آلاف سنة تتحدث عن تقنيات زراعية ربما كانت أيضا لم تكن موجودة في العالم في هذا الوقت الزراعة في مصر للأسف تأخرت في العقود الماضية بشكل كبير جدا بسبب تفتت الرقعة الزراعية الاعتماد على أنواع معينة من الزراعات وعوامل كثيرة جدا جاءت القيادة السياسية آه والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليعلن اهتمامه جديدا بملف الزراعة هذا آه الاهتمام ظهر في مجموعة من المشروعات القومية الكبيرة آه المليون ونصف مليون فدان، الصوبات الزراعيه، وتكنولوجيات حديثه، الري بالتنقيط طبعا مع مشاكل في ندره المياه ستتعرض لها مصر. لدينا الكثير من الملفات في ملف الزراعه، ملف الزراعه مهم جدا لان جائحه كوفيد 19 اثبتت ان الزراعه والعوده الى هو الطعام الاساسي للعالم كله هو الزراعه ومنتجات ومشتقات الزراعه المصنعه وغير المصنعه حتى مشتقات اللحوم كلها تاتي اساسها طبعا الزراعه، سنتحدث اليوم عن هذه الزراعه في مصر وخاصه مع وجود الزراعات المحميه. سنتحدث عن هذا الملف بعد هذا التقرير نرحب بضيفي ونفتح هذا الملف معه. الدوله المصريه قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وهو هدف قومي واستراتيجي جرى العمل عليه منذ عام 2014. في هذا الإطار أطلقت الدولة العديد من المشروعات الزراعية ومنها تدشين مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع مئة ألف صوبة زراعية تستهدف الدولة من مشروع الصوب الزراعية تحقيق مردود اقتصادي من خلال زيادة الانتاج والمساحة المستغلة حيث أن تلك الصوب تستهلك بين 60 و 70% فقط من كميات المياه التي تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة وتنتج الصوب الزراعية حاصلات عالية الجودة وفي غير موسمها الطبيعي وتساعد على زيادة الانتاج التكاملي من محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق وعلى مدار ست سنوات ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل كبير تجاوزت الأربع ونصف مليون طن خلال هذا العام وفتح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية في العالم خلال العامين الماضيين رغم ظروف تفشي فيروس كورونا حول العالم Oh. Yeah. طبعا مشاهدينا الكرام هذا التقرير وضعنا في موضوع حلقه اليوم وفي ملف اليوم سارحب بضيفي في الاستوديو المهندس محمود عطا وكيل وزاره الزراعه البساتين والحاصلات الزراعيه اهلا بحضرتك يا باشمهندس اهلا بيكم كل الساده المشاهدين باشمهندس احنا اتكلمنا طبعا وقبل كده قلنا ان مصر هي اللي علمت العالم الزراعه والزراعه في مصر للاسف في العقود اللي فاتت تاثرت بشكل كبير مع الذهب الابيض اللي كان عندنا للاسف تراجع ما عادش عندنا الثروة ديت اللي كان العالم بيحسدنا عليها عندنا المزروعات الناس بدأت اهتمامها بالزراعة يقل بالمنتجات الزراعية حتى في الأكل بدأ يقل بدأنا نشوف مواد استخدام مواد مسرطنة أو مواد كيميائية وغيره وغيره بس القيادة السياسية اهتمت بهذا الملف منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر وأثبت العام الماضي أن الزراعة في الأساس هي طعام العالم شفنا طبعا بعد جائحة كوفيد 19 في البداية خلينا نتكلم على الزراعة بشكل عام في مصر أهميتها لسلة الغذاء أهميتها للمصريين يعني خليني في البداية يعني أهني أخواننا الأقباط بعيدهم المجيدة كل عام هم بخير وحي الفلاح المصري الأصيل صاحب النهضة الحقيقية لهذا البلد مصر مرت في الاونه الأخيرة بثلاث مراحل متعلقة بالزراعة نهضة قام بها محمد علي ثم عبد الناصر عمل التعاونيات، م. ثم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واكب ما يحدث في العالم من تطور علمي وتكنولوجي، وادخل في مصر ما يسمى بالزراعه الحديثه. تمام. مصر الان في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد ما يسمى بالزراعه الحديثه. الاول الخريطه الزراعيه في مصر شكلها ايه؟ م. احنا عندنا 9 مليون فدان ارض زراعيه في مصر، م. منهم ما يقرب من 6 مليون فدان في الاراضي القديمه اللي هي الوادي والدلتا، و3 مليون فدان في الاراضي الجديده او ما يسمى بالاراضي المستصلحه. نعم. ازمه الزراعه في مصر دائما وستبقى ان لم يكن لها حلول كما يحدث الان هي ازمه اداره. مم. ليس من يدير ملف قطاع الزراعه ليس بالضروره ان يكون باحثا زراعيا او عالما في الزراعه، كما ليس بالضروره ان يدير الاعلام خريج اعلام وهكذا. تولى الاستاذ السيد القصير وزير الزراعه الحالي ملف القطاع الزراعي منذ عام. وكان هناك توجهات عمليه على ارض الواقع وفق رؤيه القياده السياسيه وعلى وزاره الزراعه دور مهم جدا ان تقوم به. هذا الدور بيتلخص في عده نقاط، اولا انا وزاره الزراعه دور ايه؟ الحفاظ على الارض الزراعيه واحافظ على خصوبتها وامنع التعدي عليها والحمد لله نجحنا في ده الى حد كبير جدا. نعم. اثنين اوفر تقاوي للمزارع بتكون تقاوي محليه وده مشروع انتاج تقاوي الخضر اللي اطلقته القياده السياسيه وزاره الزراعه بتشتغل فيه بالتعاون مع جهات عديده جدا. ثلاثه والاهم ان انا اراقب مدخلات الانتاج اضمن ان المزارع يحصل على مستلزم او مدخل انتاج مطابق للمواصفات العالميه سواء كان تقاوي او اسمده او او مبيدات الى اخره. علشان كده عدد السكان عندي بيزيد بشكل مضطرد, مضطرد. وكبير صحيح مساحه الارض مساحه ثابته تسعة مليون فردان زي ما احنا متفقين طيب كل ما العدد يزيد أنا محتاج أكل العدد اللي يزيد ده هأكله ازاي لو اشتغلت على الزراعة التقليدية القديمة أنا هضطر أستورد أكتر مما بستورده من احتياجات الغذائية احنا الحمد لله بقى في الفتره الاخيره لا نستورد لا خضار ولا فاكهه من الخارج عندنا بقى بالعكس بقينا بنصدر ده بنصدر طبعا السنة دي صدرنا نسبه كبيره صدرنا وزدنا عن العام الماضي اكثر من 15 ل 20% مم. وليس بسبب آآ آآ ازمه كورونا كما يدعي البعض ولكن بسبب ان هناك اساليب علميه حديثه أص اصبحت وزاره الزراعه بتنتهجها مع المزارع بدءا من المزارع الصغير وانتهاء بشركات الزراعيه الكبيره زي ما شفنا حضرتك ان بالامس كان فخامه الرئيس بيفتتح 500 الف فدان موجودين وفيهم الزراعات الحديثه والبيفوتات والشغل الجديد اللي يتواكب مع تكنولوجيا العصر تمام وبالتالي كان لزاما على وزاره الزراعه أن تنتهج هذا النهج الحديث هذا النهج الحديث أصفر عن الآتي أصفر عن أن أصبح لدينا أكثر من مئة ألف صوبة زراعية مرخصة لدي صغار المزارعين م. يعني إيه صغار المزارعين؟ صغار المزارعين هو الحائز الذي يحوز أقل من فدان تمام اللي عنده فدان أو نص فدان أو ست أريط أو أربع أريط هذا المزارع كان بيزرع محصول تقليدي جداً هذا المحصول عائده السنوي ليه؟ لا يزيد عن 7 تلاف جنيه. اصبح هذا المزارع على الفدان يقدر يعمل تمن صوب زراعيه. تمن صوب, صوب زراعيه؟ الصوبه مساحتها ثلاث قراريط. ثلاثة في ثمانية ب 24 دي مساحة الفدان. 8. يبقى ممكن يعمل من سبعة إلى تمن صوب زراعية في الفدان. التمن صوب زراعية على المستوى الاقتصادي هيشغلوا لا يقل عن أربع عمال أربع عمال. واحد، اثنين هيشغلوا فني زراعي أو مهندس زراعي. زراعي. ثلاثة هيشغل لي محلات أسمدة ومخصبات ومبيدات. أربعة هيشغل لي عملية إنتاج التقاوي وسرعة في إنتاج التقاوي، إذا اقتصاديا في في تقدم وسير إلى خطوات حقيقية نحو تحقيق ما نصبوا إليه بفضل الصواب الزراعي تمام الأهم من كده بقى إنه أنا هيكون عندي ما يكفي احتياجاتي المعيشية للمواطنين ثم يكون عندي فائض أصدره وبس لأ بعمل عملية توازن في السوق وهذا الاول مره يحصل في مصر هذا العام رغم جائحه كورونا ورغم المشاكل كيلو الطماطم ما زادش عن 4 جنيه غير في فتره فصل العروات بس م. لمده شهر وصل ل وثمانية جنيه كيلو البطاطس في السوق ب 3 جنيه الحاصلات الزراعيه واحتياجات الاساسيه للمواطن اصبحت متاحه لان الصوب الزراعيه زودت استغلال لوحده المساحه اللي هو الفدان اللي كان بيجيب لي 10 طن اصبح الفدان ده بيجيب لي 30 و40 طن بضخ للسوق بعمل توازن وده ما كان بيشتغل مثلا بزرع حاجه معينه في وقت معين لا انا السنه بقت عندي مفتوحه طبعا عايز ازرعه ازرعه لان طبعًا. دي زراعه محميه طبعًا. انا اللي بتحكم في الطقس داخل الصوبه طبعا وكمان الزراعه المحميه هي 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 عمليه ان انا بزرع محصول في غير اوقاته فبضخه في السوق في غير اوقاته بيوفر احتياج المزارع احتياج المستهلك ثانيا بصدر للخارج ثالثا بوفر عماله وحضرتك عارف انه النهارده اصبح عدد الخريجين كتير جدا انا اعرف ناس اسر في مركز بالاس تحديدا وهذا من المراكز المشهود لها في انتاج الصوب آه، فأنا بعمل سبع ثمان صوب وباجرهم للغير، المستاجرين مين؟ مجموعه من شباب الخريجين، تلاقي مجموعه شباب خريجين وده نموذج وانا بدعو الاعلام المصري ينزل ويصور هناك ويشوف هؤلاء الشباب وتعاونهم وتعاون وزاره الزراعه وجامعة المنصوره يعني هو والج... بيأجر له الصوبه على ارضه ولا بيدي... بيعمل الصوبه نفسها ويديها له حضرتك مم. عندك فدان بتجهز الصوبه الـ 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 سبع ثمان صوب في الفدان مم. بيجي مجموعه شباب خريجين بي... بي... بيأجر صوب بأجر صوبة اثنين ثلاثة فهتلاقي تنوع اجتماعي م. داخل وحدة المساحة في قرية أو اثنين أو ثلاثة احنا كوزارة زراعة بنقدم لهم دعم فني بنوفر لهم المخصبات الحيوية اللي هو السماد م. إنتاج وزارة الزراعة بأسعار مدعمة يعني زي مخصب حيوي اسمه اي ام 1 إنتاج وزارة الزراعة اللتر فيه بستة جنيه مقابله في القطاع الخاص 30 و 40 جنيه، احنا بندخل طيب في منافسه مع القطاع الخاص ولكن بنحمي المزارع اللي احنا مسؤولين عنه. طيب، يعني احنا خلينا نحط كده نقط يعني احنا عندنا طبعا مشاكل في مساحه الارض، زي ما حضرتك قلت احنا عندنا بالاراضي الجديده 9 مليون فدان، واحنا 100 مليون بني ادم، طبعا المياه واحد شوية عندنا طبعا مشاكل في المياه احنا عندنا طبعا مشاكل في المياه الجوفيه لان تستهلك فلوس كتير عشان نبدا نطلع المياه مياه النيل نرجع بقى للتقنيات الجديده اللي هي او التقنيات القديمه الري بالغمر أيوة. المشاكل دي نبدا نف... نحلها ازاي واحده واحده تمام يعني لو بدانا آه. مثلا على الاراضي هل الصوب الزراعيه ممكن نعملها على اراضي صحراويه ندي. ممكن نعمل انا شوف تقنيات كده زراعه في المياه وزراعه مش أه عارف أه في المعلقات وناس تزرع في, في, في سطح البيت يعني طبعاً الصين الوقت الناس بتزرع الخضار بتاعها جوه البلكونه لا مش الصين حضرتك هنا في المطريه وفي عين شمس وفي اليوب وفي الزقازيق وفي كل الاماكن طب كويس لان ده ده عندنا مشروع في وزاره الزراعه اسمه مزرعه الاسطح حلو مع بيقوم بيه معمل مركز المناخ مم زملائنا من الساده الباحثين بتقوم بيه الاداره العامه للخضر في وزاره الزراعه موجوده النماذج آه وبنعلم الناس وبندي دورات تدريبيه مجانيه اللي عايز يزرع خضار في بيته في مكتب معالي الوزير جنبه بلكونه عامل فيها التجربه عشان لما حد يجي يشوف التجربه موجوده م. يعني عندنا في ديوان الوزاره آه خلينا الاول نتكلم على ملف المياه تمام ملف المياه حضرتك هنضرب مثال بزراعه محصول الموز م. الموز في مصر حوالي 82 الف فدان آه فدان بيستهلك اكتر من ألف متر مكعب ميه شره للمياه شارح للمياه م. وبيستهلك كميه اسمده رهيبه جدا م. صدر قرار وزاري مشترك بين وزاره الزراعه ووزاره الري ان احنا نحدد مساحات الموز م. الموز اللي بتزرع في الاراضي الجديده ري بالتنقيط من فتره ونسيبه يكمل الثلاث سنين بتوعه الاراضي القديمه يزرع بس بري حديث يزرع ازاي انا عندي مساحه الفاكهه في الارض القديمه مساحه محدوده. طيب حضرتك زارع موالح وعايز تزرع موز بعد مم. الموالح او زارع مانجا وعايز تزرع موز، بوافق لك انك تزرع الموز بشرط انك تستخدم الري الحديث. الحديث، يعمل لي ايه استخدامك للري الحديث؟ يعمل لي الف متر يتحولوا بالري الحديث الى 6000 متر يبقى يعني. أنا يبقى انا وفرت المية من الاحتياجات المائيه او الاستهلاك المائي اللي كان بيستهلكه محصول الموز. تمام هذه واحد اثنين الاراضي الجديدة لا نسمح بالزراعة الا باستخدام الري الحديث، م. لان في اراضي جديدة بقى لها 20 سنة و25 سنة فتحولت انها ما بقتش تحتفظ بالمية بي يعني بي او, أو زي زي قربت من الارض القديمة فالمزارع بدأ يكسل انه يستخدم ري حديث فبقى يروي بالغمر. وفق العقد الذي اشترى به الارض ذلك مخالفا للعقد. كمان. لانه لما اشترى الارض كان الشرط الاساسي ان يستخدم اساليب الري الحديث من هنا صدر قرار مشترك بين وزيري الزراعه والري هذا القرار بيحتم استخدام اساليب الري الحديثة في بعض مناطق زراعة الموز وبيمنع الزراعة في مناطق أخرى لأن بعض القنوات المعادية هجمت وقالت الحقوا المصريين وبيمنعوا زراعة الموز والفلاحين ومتجرب باسم الفلاح نحن لم نمنع زراعة الموز لا. ولم نمنع زراعة الأرز نحن فقط نحدد المساحات الواجب زراعتها من كل محصول بما يتناسب مع احتياجات الدولة المصرية ومع احتياجات المواطن ويكون هناك عائد للتصدير صحيح انا, أنا لو هاكل سبت الدنيا ماشيه كده خلاص هاكل موز ولا هاكل رغيف عيش مم. انا عندي 80 الف فدان موز بيكفوا للاستهلاك المحلي وعندي عوائد تصديريه انا بصدر كمان لكن انا لو تركت الباب مفتوح على مصرعي هيتحول ال ألف فدان دول الى تلتميت ألف فدان اضرب تلتميت ألف فدان في 12 ألف متر مكعب كميه ميه صحيح. تكفي لزراعه محصول اخر زي محصول القمح فاذا ملف المياه من الملفات الهامه جدا طيب نيجي لمساله الزراعه في الصوب الزراعه في الصوب ازرع فلفل الوان في الصوب ازرع خيار ازرع طماطم ازرع محصول زي الفاصوليا الاستهلاك المائي للزراعه داخل الصوب يساوي 30% من الاستهلاك المائي للزراعه في حاله الارض ريب الغمر لا. يبقى انا بوفر 70، واحد اتنين م. معدل الانتاج من وحده المساحه بيساوي ثلاث اضعاف معدل الانتاج من الزراعه في الارض المكشوفه يبقى انا زودت الانتاج تمام الازمه عندي ليست في سد النهضه مم الازمه عندي ان الري الغمر في الاراضي القديمه ادى الى ارتفاع مستوى الماء الارضي مم فاصبحت انتاجيه الفدان بتقل, بتقل من عام الى آخر. طبعا احنا عندنا ازمه في سد النهضه مش عشان بس كده عشان احنا بنحافظ والقياده السياسيه لازم تحافظ على حقوقنا التاريخيه طبعا في 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 المياه انا اعني ان آه. هذا الملف وزاره الزراعه توليه اهتماما ليس بسبب مشاكل سد النهضه لكن مشا... هذا يعني لكن عشان ده على مسألة فنيه بقى هو برضو الناس كانت بتتكلم على موضوع الرز نتكلم على بس الرز ما اظنش انه ينفع يتزرع في صوب آه عندنا يعني بنتكلم على المحصول المحاصيل بقى نرجع برضه للموازنه، هل نحن بحاجه، وهنا السؤال المهم اللي لازم يبقى فيه اللي بتتبني عليه استراتيجيات الدول، هل انا عايز اسد الفجوه الغذائيه؟ انا ما اقدرش ازرع كل حاجه. طبعا. تمام؟ خلينا واقع في دوله كده. مفيش دوله كده بتعمل آه. في العالم. هل انا محتاج ان انا ازرع سلات غذاء اللي هي بتكفي لي مواطنين من الغذاء سواء من القمح من 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 كذا؟ ازرع محاصيل استثمارية أو محاصيل بتدر عائد زي الفراولة والكنتالوب ومش عارف والحاجات اللي احنا بنصدرها بره بتجيب لنا فلوس زيادة تمام. ويبقى كده أنا عملت قيمة مضافة مختلفة ولا أزرع حاجات زي القطن مثلا اللي بيديني اللي احنا بنسميه الدهب الأبيض هنا لازم تبان استراتيجية ونرجع برضه آسألك على الدورة الزراعية فين الدورة الزراعية تمام نبدأ من آخر السؤال من الدورة تمام. الزراعية الدورة الزراعية هو تعاقب محصول او اكثر في وحده مساحه معينه لمده فتره زمنيه معينه تمام يعني هزرع كل ثلاث سنوات في نفس المساحه دي قمح. طيب التوجه العالمي والعالم كله لو انا قلت انا هعمل دوره زراعيه هاخد محافظه زي محافظه المنوفيه دي هزرع فيها في الشتاء قمح وبرسيم وهزرع في الصيف رز وذره. طيب واكرر ده كل ثلاث سنوات. م. المحافظه دي ناسها حقهم فين من الخضار حقهم فين من الفاكهه حقهم فين بس من المحافظه دي برضه مش, مش معزوله عن مصر يعني تمام آه طيب لو انا هعمل ده على مستوى محافظه او اكثر مم طيب انا ليه اعمل دوره زراعيه؟ ما انا ممكن اعمل حاجه اسمها الزراعه التجميعيه، م. بمعنى ايه زراعه تجميعيه؟ انا بحوز نص فدان وحضرتك نص فدان وجالي نص فدان، المساحات بحسبه قالها معالي الوزير قريب ان الفواصل الحدود تلتهم 15% من مساحات الارض الزراعيه في مصر، م. فبنعمل حاجه اسمها زراعات تجميعيه ال فدان دول هيزرعوا مع بعض بنجر فانا بقدر اسوي بالليزر بقدر اعمل لهم حرت بقدر اعمل لهم حصاد الي وحصاد الي بق... وحصاد وبق... وبق... حصاد بق... بوفر ثمن بقى الماكينات ديت شكل... على كله شكل جديد من اشكال م. الزراعه خارج نطاق الدوره الزراعيه لان انا لا استطيع ان الزمك وانت في ارضك ان تزرع محصول معين لكن امنعك تزرع محصول هيضر بالاقتصاد القومي للبلاد لكن ما اجبركش الدوره الزراعيه كانت وتجبر المزارع ان يزرع محصول معين يعني يحصل يزرع الارز ويورده للجمعيه الزراعيه والجمعيه الزراعيه تاخده تدخل للتموين والمزارع يشتكي انه فلوسه اتاخرت كانتش وكان باب للفساد أه يعني كان يقول ايه والله انا عندي ما, ما جبتش محصول ال3 طن اللي انا هورده ويجيب جواب من الجمعية. الجمعية الزراعية والوحدة المحلية ان المحصول عنده ما كان بهذا المستوى وهكذا، ولكن انا لما اترك لحضرتك الحرية م. تزرع ما تشاء وفق محددات الاستراتيجية آه الخاصة بالتنمية المستدام واقدم لك الدعم الفني وهضرب لسيادتك مثال احنا يعني بنتحكم نتحكم في المساحات اللي بتزرع، يعني انا بزرع بطاطس صيفي مثلا في شهر واحد، م. بطاطس دي بتزرع بتقاوي مستوردة كمية التأوي اللي بتستورد من الخارج وزارة الزراعة بلجانها الفنية تقدر تتحكم فيها من خلال تح محددات معينة بم. قرار وزاري بيصدر كل عام بنحدد الاشتر... الاشتراطات بنحدد الاشتراطات بيكون أنا عارف مستهدف أن هزرع مثلا 160 ألف فدان 140 ألف فدان هستورد لهم 120 ألف طن 130 ألف طن التقاوي دي اللي انا استوردتها في الصيف هتطلع محصول في شهر اربعه وخمسه، المحصول ده جزء بتصدر وجزء باخده تقاوي ازرع بيه العروتين التانيين النيلي والشتوي. تمام يبقى انا هنا قدرت احدد المساحه اللي هتزرع من محصول معين دون ان اصدر قانون بانشاء دوره زراعيه او ما تمام. الى ذلك. هو اللي انا اعرفه ان الدوره الزراعيه كانت فكرتها انك انت بتع... بتعلي اعلى عائد للفلاح ان هو مثلا يزرع الوقت رز بعدها ما اعرفش يزرع برسيم يعني طبعا مش خبير في ده بس يعني هي فكره ان انت بتحاول ان انت كمان تحتفظ بقوة وخصوبة الأرض نفسها وقت أن كانت الدورة الزراعية لم يكن هناك محاصيل مهمة م. موجودة ولها عوائد اقتصادية زي محصول الفراولة ماشي ما وده م. وده ببلاد كاملة قرية الدير وطوخ مركز طوخ الإسماعيلية مركز صحيح. بدر ومناطق وناس, والح... وناس عايز عايز هحرم محافظة زي الإسماعيلية أقول له إنت تشيل المانجا وازرع لي قمح ما ينفعش م. فالدورة الزراعية كانت إجبار فيها نوع من هي كانت المرحلة تمام. السياسية تتطلب ذلك. مم. طيب خلينا ننقل بقى على الاستراتيجية، فكرة الاستراتيجية هل أنا أعمل مش... اه... محاصيل تأكل الناس من الآخر يعني آه. ولا أعمل محاصيل استثمارية تجيب لي فلوس وممكن تجيب لي كمان دولارات يعني مش تجيب لي فلوس محلية بس زي ما احنا بنتكلم الفراولة والمانجا والحاجات اللي احنا بنصدرها والموز وغيره ولا أعمل حاجة بقى أعلى من كده زي القطن؟ اللي هو المفروض ان انا عايز الرئيس عايز يرجعه يبقى الذهب الابيض تاني آه هو يجب ان يكون آه هناك خطين متوازيين في المساله ازرع المحاصيل الاستراتيجيه م. اللي هي متعلقه بالقوت اليومي للمواطن وازرع المحاصيل الاستثماريه اللي تشغل لي البطاله وتوفر لي في المياه وتفتح لي افاق تصديريه علشان كده الدوله م. المصريه مش وزاره الزراعه فقط وزاره الزراعه بالتعاون مع الوزارات الاخرى يعني في تعاون بيننا وبين وزاره التموين تمام بياخد مني بيانات بمتوسط انتاج واماكن تركيز المحاصيل اللي بيضخها في منافس زي زي الرز والدقيق و... واللي و... وال... و... دي... وال... كل... هو بتعمل دقيق منه أ... القمح وغيره لا اقصد هنا محاصيل خضراء غرفه تجاريه آه. بياخد مني يقول لي والله انا الفراوله مزروعه فين؟ البطيخ فين؟ الموز فين؟ الكنتالوب فين؟ طب المانجا فين؟ طب في من اصناف مانجا متاخره موسم المانجا بيخلص في شهر سبعه وثمان في اصناف متاخره أو فين؟ في الصعيد لا في 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 الدوريه في, في كذا ففي تعاون بيننا وبين حلوة. الجهات الاخرى علشان اضخ للمستهلك ما ياكله دي واحد اثنين المح المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح والارز والذره والقطن محل اهتمام كبير الدليل على ذلك أن مساحة القمح في مصر هذا العام العام العشرين 20. 20 اللي إحنا فيه ده ثلاثة وثلاثة من عشرة مليون فدان ويمكن الحصر شغال دلوقتي ممكن تزيد مئة ألف مئتين ألف بتعمل إيه وزارة الزراعة علشان تدفع المزارع لزراعة المحصول الاستراتيجي وما يهربش يروح يزرع محصول استثماري بديله له تآول قمح بالسعر المدعم في الجمعية الزراعية تمام. بصرف له الاسمده المعدنيه بالسعر المدعم بعمل له ما يسمى بخدمات ما قبل الزراعه اللي هو الحرس والتسحيف والتسويه بالليزر بعمل له زراعه على مصاطب القمح كان ارض مستويه والمزارع زمان يبدر القمح وينزل الميه وخلاص على كده مم. دلوقتي احنا بنقول له ازرع على مصطبه ونجيب سطاره فيها نحط فيها التقاوي تزرع على تزرع هذه المصاطب بتزرع. فنوفر آه. نوفر كميه التقاوي له دي واحد وده مجانا كل هذه الخدمات تقدم. كل ده مجانا كل الخدمات دي بتقدم مجانا للمزارع وليس للمستثمر آه. المستثمر بيجي ويتعاقد مع قطاع الزراعه الاليه وبنوفر له الالات اما المزارع اللي في الأرض القديمه ده بنوفر له مجانا ده بيوفر لي في التقاوي بيوفر لي في الاسمده بيحد من الاصابه بالافات والامراض كمان بيوفر لي والاهم في الميه لان انا لما بزرع على مصاطب الري بيكون في 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 بطن في بطن آه النهر بينزل من التانية اللي للي تحتيه آه على طول طيب آه ده اهتمام بمحصول استراتيجي زي القمح ده نتج عنه ايه نتج عنه ان انتاجيه القمح في مصر وصلت في بعض المناطق الى 30 اردب <applause> المفروض هي المتوسط كام؟ متوسط العام 10 آه طم... لا لا كان 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 15 و16 آه. السنه اللي فاتت الحمد لله وصلنا متوسط عام جمهوريه م. 18 اردب ما عدا بعض المزارعين المتميزين اللي بيطبقوا التوصيات صح وصل عندهم 25 اردب و30 اردب تمام. فده ده جانب من الاهتمام، الجانب الثاني في محاصيل اخرى استراتيجيه زي محصول قصب السكر <applause> بنقدم له الدعم فيما يتعلق بعمليات الزراعه كلها، دعم فني كامل. محصول زي البنجر <applause> بنوفر له تعاقد ما بيزرعش الا بيكون متعاقد مع شركات السكر. تمام. في اطار التعاون بين وزاره الزراعه ووزاره التموين. اذا المحاصيل الاستراتيجيه محل اهتمام وزاره الزراعه، اما ملف القطن. ملف القطن هو خد تكون المشكله صناعيه وليست زراعيه مم. لان المصانع ليس بها خطوط انتاج لنقطة طويلة التيله لكن احنا كوزاره زراعه مم. عندنا اصناف طويله التيله الانتاجيه عندنا مم. آه وصلت طيب. عشان طيب هنا نقطه مهمه خلينا اسالك فيها آه، احنا نزرع وبعدين نشغل ولا المفروض ان احنا نجهز اللي هنشغله عشان كده نطلب اللي نزرعه فاهمني وصلت <تصفيق> <تصفيق> هو سؤال صعب محدش هيعرف يجاوب عليه <applause> لا 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 لا, لا. آه احنا ما بنزرعش عشان كده احنا ما كميات تقوي كبيره من القطن تزرع آه ملايين الأفدنة م. احنا في لجنه آه تنسيقيه للقطن م. هذه اللجنه فيها وزاره التجاره والصناعه وفيها وزاره الزراعه وفيها الجمعيه العامه لمنتج القطن، لدينا جمعيه م. زراعيه مجموعه من الفلاحين منتخبين اسمها الجمعيه العامه لمنتج القطن. هذه اللجنه بتجتمع وبتحدد م. آه هزرع مساحه قد ايه لان بذره القطن لا تباع، توفر فقط من خلال وزاره الزراعه. تمام طيب بنحدد هنزرع قد ايه السنه دي وفق احتياجات السوق، ولذلك هتلاقي مساحه القطن في مصر ما بتزيدش عن 200 250, 250, ألف فدان، لان انا بزرع وفق الاحتياجات, الاحتياجات الصناعيه. الصنعي. لكن وقت ما الاحتياجات الصناعية تقول أنا محتاجة كمية أكتر إحنا قادرين بإذن الله إن إحنا نزرع مساحات أكبر طب خلينا أختك في جنب تاني عندنا تجارب بحثية في الأرض الجديدة بالمناسبة على على ده على القطن عندنا تجارب بحثية وفين وفي مشروع غرب غرب المنيا اللي هو 20,000 فدان في تجارب بحثية على القطن عشان عايزين نزرع القطن في الأراضي الجديدة ده بياخد مني حلقات كتيرة لوحدها إحنا إحنا خلينا نتكلم على المحاصيل العادية مثلا الطماطم سند السنة دي الناس كانت بتشتكي إن الطماطم كانت بجنيه بتتشال بجنيه وبتاع هو ما جابتش تكلفته هنا في مصانع كتيره شغاله على الصلصه على القيمه المضافه بتاعة الاغذيه تمام هل هنا نشوف احتياجات الصناعه ايه فنطلب عليها نزرع ايه ونشوف احتياجاتنا وهنا التنسيق بقى ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ولا العمليه ماشيه كده خلينا نكون صرحة يعني عشان برضه الناس لا لا الناس اشتكت كتير لا وانا وصلتني شكاوى شخصيه بـ بـ في, في موضوع الطماطم ده بالذات. انا كان قلبي دليل انك اسألني السؤال ده ولذلك <applause> انا اسست في اول حلقه قلت <applause> لحضرتك وزاره الزراعه وزاره معنيه بالحفاظ على خصوبه التربه <applause> وزياده انتاجيه المحاصيل الزراعيه ومراقبه <applause> مدخلات الانتاج. انا دوري ان انا ازود الانتاج الزراعي <applause> احول فدان الطماطم اللي بيجيب 8 طن انه يجيب لي 12 و13 طن. حلو ده دوري. ال 12 طن دول يدخل منهم جزء تصنيعي، يدخل منهم جزء للسوق المحلي، محلي. جزء للتصدير، الصغير. انا دي مش بتاعتي كوزاره زراعه، انا دور ان انا اقول للمزارع بتاعي هتعمل ومن واحد لخمسه ده هيزود انتاجك، مم. خلي بالك الآفة دي هتترشي بالمبيد الفلاني مم. المبيد الفلاني اللي انا رخصت بتداوله وفق اجراءات انا حددتها كوزاره زراعه هتستخدم حاجه ثانيه ده على مسؤوليتك اما تقريب. القيمه المضافه للحاصلات الزراعيه مم. هي مسؤوليه جهات اخرى طيب. وليست مسؤوليه طيب. وزاره طيب بكلم الزراعه احنا هنا التنسيق. نحن, نحن جاهزون في مم. وزاره الزراعه للتنسيق مع كافه الجهات سواء قطاع حكومي او قطاع خاص ليس لدينا غضاضة في التعم اي قطاع خاص جالنا لنا مصانع صلصه تطلب مساحات الطماطم فين والاصناف المنزرعه وبنديها نقول له والله مزروع هنا وهنا عندنا اسنا في محافظه الاقصر اسنا تمثل مركز اسنا يمثل 5% من اجمالي مساحه الطماطم في مصر وهناك مصنع لدينا في الاقصر مصنع تعاوني مم. يتبع جمعيه تعاونيه زراعيه ويخضع على اشراف وزاره الزراعه بيصنع مم. الطماطم المجففه وتصدر بتصدر من بتصدر هناك بره ده غاليه جدا وده أيوة موجود وزاره موجود. الزراعه وزارة ولكن الزراعة. هو للاسف الشديد مم. وزاره الزراعه لم تجد من يتحدث عنها، مم. وزاره الزراعه دائما تدفع فاتوره اخطاء الاخرين، انا ده, ده مش مش تنصل من المسؤوليه، وزاره الزراعه ما عندهاش اسرار تخبيه نحن نتعاون مع الجميع، تمام الجمعيات التعاونيه. طيب والأهلية. برضه هنا انا هسالك على على فكره يعني ما هو انا عشان انا راجل جاي مستثمر النهارده، فكرت اعمل الطماطم المجففه دي، هل أه انا هروح اتعاقد؟ هو طبعا انا مش هتعاقد مع وزاره الزراعه، بس مم. انا عايز اعرف زي معلومات. هنا بقى اتاحه المعلومات ده جزء مهم جدا الان من استراتيجيات العالم كلها طبعا. طبعا. عشان انا اعرف عشان الراجل المستثمر بالذات ان احنا عايزين نجذب مستثمرين ونطلع استثمار جديد سواء مصانع صغيره ومتوسطه وده توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا ازاي انا بطلع معلوماتي ان انا اشجع الناس ان انا اتعاون مع وزاره التجاره والصناعه مع المشروعات الصغيره والمتوسطه تعالوا يا جماعه انا عندي هساعدكم ان انتم تعملوا مشروع صغنن قد كده يجفف الطماطم في وتصدروها هل ده موجود هقولك على حاجة مش سر موجودة مم. ومعروفة بس للأسف محدش قالها ولا اتكلم عنها. القطاع الخاص شريك مم. أساسي معنا هو والتعاونات الزراعية في كافة اللجان الفنية في وزارة الزراعة. حلو أنا ضربت لسيادتك مثال بتقاول بطاطس. مم. احنا لا نستورد تقاول بطاطس إلا بموجب قرار وزاري بيصدر من وزير الزراعة. مم. هذا القرار بيبنى على أساس ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المستمره في لجنه تقاوي الحاصلات الزراعيه مم. الممثل فيها جمعيه تقاوي الخضر ممثل الجمعيه التعاونيه للبطاطس اربعه من القطاع الخاص تمام. واي حد من القطاع الخاص عايز يجي يحضر معانا بيحضر معانا ويقول رأيه ويقول رأيه ونقشه ونناقشه مشكله والقرارات تصدر بناء على ذلك لان مم. هو صاحب المصلحه الاول هو المواطن طبعا احنا احنا بنرفع في شعار وبعديها المستثمر و... لان المستثمر ده هيشتغل ويحط فلوس مستثمر هيطلع منتج المواطن هيستهلكه مستثمر وهو مواطن يعني وحتى لو ما هو مواطن وحتى لو مستثمر عربي ما مو... احنا بنعتبره مواطن مصري كافه البيانات متاحه آه و... وعلى الهوا هو بقول لحضرتك اي مستثمر زراعي اتفضل شرفنا في وزاره الزراعه كافه البيانات فيما يطلبه وما لا يطلبه متاح لدينا طيب خلينا نرجع للصوب او الزراعات المحميه في تكنولوجيات جديده في هنشوف حاجه جديده ايه الحاجات اللي ممكن احنا نزرعها في الصوب دول الغرب مثلا شغالين على الورد دلوقتي بنزرع ورد بس هي طبعا محتاجه بقى فكره سرعه التوصيل لان الخضر والفاكهه في موضوع التصدير عشان نصدر فريش دي فيها مشكله عشان لازم في خلال ساعه والله عند سيادتك ورد بيزرع في صواب في مصر في كرداسة جنبنا عنده مزارع اسمه محمود حلمي عندنا م. عندنا ما انا بقول لحضرتك الازمه انه لم نجد من يتحدث عنا، تمام الموجود موجود زراعات نباتات زينه على اعلى مستوى في مصر عن طريق سواء زراعه مكشوفه او زراعه محميه عندنا مجموعه من العلماء والباحثين في المعاهد البحثيه بمركز البحوث الزراعيه على اعلى مستوى الزراعه المحميه ليست فقط زراعة فلفل وخيار وطماطم, وطماطم و... فقط لأ م. فقط حضرتك عارف ان انا عشان أخد شتلة فاكهة ازرعها في ارض المستديمه هذه الشتله يجب ان يكون تم اقلمتها وتم تربيتها تحت التغطيه ويسمى بالصوب الزراعي تمام. خاصه في شتلات مهمه جدا زي المانجا اصناف الاجنبيه في المانجا ما حاجه اسمها بجيب بذره واحطها وبعدين اطعم وبعدين اروح ازرع لا ما فيش كده كل ده لازم يتم في اطار الزراعه المحميه الزراعه المحميه ليست تعني حماية المحصول المنزرع من العوامل الجوية فقط ولكنها تعني توفير البيئة المناسبة لإنتاج محصول جيد سواء كان شتلة أو محصول مستديم. جميل. طيب اه كده احنا نكون وصلنا لنهاية هذا الملف طبعا احنا بنتكلم على اه حاجة مهمة جدا لو ليك تعليق سريع دعوة للمواطنين لدخول هذا المجال نرجع الزراعة إزاي في مصر سريعا. كل مواطن في مصر يستطيع أن يحصل على قوته بنفسه. ممكن م. تزرع بلكونتك ممكن تزرع على السطح ممكن تشارك آخر في زراعة صوبة أو أكثر وزارة الزراعة تفتح زراعيها للجميع لأي حد لديه استفسارات أو محتاج يعمل مشروع زراعي صغير بدءا من خمسة آلاف جنيه حتى ملايين كتير جنيه يروح فين؟ يتوجه إلى وزارة الزراعة م. الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية مركز البحوث الزراعية بكل معاهده المديريات الزراعة في المحافظات والإدارة م. الزراعية وبياناتنا موجوده ويقدر يتواصل معانا في اي وقت نتمنى لكم طبعا النجاح دي نقطة مهمة جدا وده احنا بنتكلم في قوت المواطن يعني. أنا بشكرك المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة البساتين والحصادات الزراعية شكرا جزيلا اتكلمنا في حاجات كتيرة النهاردة شكرا مهمة. شكرا يا فندم شكرا. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم طبعا فتحنا ملف مهم جدا وهو الزراعات المحمية وسمعنا من بش مهندس كلام كتير مهم جدا ده مستقبل حقيقي. الشباب نقدر نأجر صوب زراعية زي ما قال باشمهندس نقدر نعمل بنفسنا صوب زراعية أتمنى لكم التوفيق طبعا والزراعة هي أساس فعلا كل حاجة ومصر هي أساس الحضارة وبدأت بالزراعة بشكركم طبعا ده كان ملف مهم جدا طبعا فتحناه مع البشمهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة بساتين وحصادات الزراعية بشكركم دائما على حسن المتابعة ننقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عطف إلى اللقاء